استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وذلك صباح اليوم بقصر القضيبية. خلال اللقاء أكد سموهما أن الريادة البحرينية التي طالت مختلف المجالات شكلت علامات مضيئة في مسيرة العمل الوطني في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى، لافتين سموهما إلى حرص الحكومة وسعيها للاستمرار في تبني البرامج وتسخير الإمكانات والموارد لتحقيق المزيد من المنجزات التي تعزز الريادة البحرينية وتخدم المواطن وتحقق رغباته. واستعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء النشاط التنموي المزدهر والحراك الذي تقوده الحكومة لإخضاع مختلف مناطق المملكة لمشاريع التطوير التي تحقق طموحات المواطنين. وشدد سموهما على استمرار الحكومة في مراجعة شمولية الخدمات وكفايتها في مختلف المناطق بالأخص القرى والعمل على استكمالها وتطوير القائم منها لضمان حصول المواطن على أفضل الخدمات الحكومية وأرقاها مستوى أينما كان.